السلام عليكم. بسم الله. هنتكلم النهاردة عن الهارت and lung interaction especially in pediatric after cardiac surgery and how is that affected by the mechanical ventilation أو positive pressure ventilation. الأجندة بتاعتنا ليه الموضوع ده مهم, وبعد كده نتكلم على شوية cardiac basics, وبعد كده هنتنقل أهمية ده وعلاقته بالميكانيكال فنتليشن أو البوست بريشر فنتليشن والكلينيكال امبليكيشن في البراكتس. بداية, النوبل برايز في الفيسيولوجي سنة 1956 استلمها 3 علماء, طبعا نتيجة اسهامهم الكبير في الهارت كاستريزيشن وفهم الهارت لونج انتراكشن. طيب ليه الكلام ده مهم؟ especially for every intensivist ان هو يكون عارف قوي الهارت لونج انتراكشن, عشان ده بيأفكت المانجمنت اوف كريتيكال ايل بيشنت. فيكون فاهم الهارت لونج انتراكشن هيقدر يتعامل مع الديفرنت سيناريو. عندنا مثلا بوست ارتيريال سويتش اوبريشن, هيكون العيان غالبا عنده ال في سيستوليك ديس فانكشن, ازاي هيقدر يمانج البيشنت ده ومع الميكانيكال فنتيليشن, وازاي الميكانيكال فنتيليشن هيأفكت ذس بيشنت. طيب البوست فالور ريبير, عندنا حوالي اكتر من تلت العيانين بوست فالور بير عندهم ار في دايستوليك ديس فانكشن. اولسو هاو از ذات افكتد باي ميكانيكال فنتيليشن, هل هنكونسيدر في البيشنت توم ايرلي اكستوبيشن ولا نكيب على الميكانيكال فنتيليشن. ففهم الهارت لانج انتراكشن هيخلي المانجمنت اسهل, وفي نفس الوقت هيخلينا نقدر نتعامل مع المور ديفيكولت سيتويشن. الكاردياك اوتبوت, نتكلم على شويه بيزكس. كاردياك اوتبوت زي ما احنا عارفين هو الستروك فوليوم في الهارت ريت. الميكانيكال فنتيشن قوي مش هيأثر على الهارت ليك, لكن هيقدر يأثر على الستروك فوليوم. واحنا عارفين الستروك فوليوم بيتأثر او بيتحكم فيه البريلود كونتراكتيليتي والافتر لود. هنتكلم بقى على العلاقات ديت من خلال البشر فوليوم لوب. بشر فوليوم لوب هو عباره عن لوب بيوصف العلاقه ما بين الكاردياك بروبرتيز في وان سايكل, وده سبيشال ال في, لكن ار في برضو عنده سيميلر كيرف. هنبتدي الكيرف ده نشرحه واحده واحده. عندنا الكيرف ده بيبتدي عند الدايره الزرقاء, الميترال فالف يفتح, يبتدي يحصل فيلينج للال في لحد ما يحصل الال في فولي فيلد, وابتدي الميترال فالف يقفل عند النقطه السوداء او الدايره السوداء. هنا الاند دايستوليك فوليوم, هنا الال في فولي ريلاكسد, وبعد كده يحصل ايزوفولمتريك كونتراكشن فيز, زياده في الال في بريشر وزاوت تشينج في الفوليوم لحد ما ال في بريشر يبقى اكتر من الاورتيك بريشر, وبالتالي عند النقطه البنك الاورتيك فالف يفتح. هنا الاورتيك فالف يبتدي ال في ايجكت البلاد بتاعه عن طريق تو فيزز, رابيد اند سلو ايجكشن فيزز. هنا ال في بيقابل هنا الافتر لود, بقى هنا الاورتا مفتوح بيقابل افتر لود, وكل الفورسز اللي هنا بيقابلها ال في اثناء الايجكشن. بعد كده لما يحصل خلاص ايجكشن اورتيك فالف يقفل النقطه الخضراء. هنا بقى عند هنا النقطه دي عندها الاند سيستوليك فوليوم, وبعد كده بعد الاورتيك فولف يقفل في مرحله الايزوفولمتريك ريلاكسيشن فيز, ال في بريشر بيقل بسرعه بدون تغير في الفوليوم لحد ما البريشر فيه بقى اقل من الليفت اتش بريشر, وبالتالي بعد كده الميترال فولف يفتح. عندنا هنا المسافه بين النقطه السوداء والنقطه الخضراء اللي هو تو لاينز دومت, هو المفارق ما بين اند دايستوليك فوليوم والاند سيستوليك فوليوم هو الستروك فوليوم, وبالتالي الستروك فوليوم هو الفرق ما بين اند دايستوليك والاند سيستوليك فوليوم. لو التو لاينز دول ما تبعدوا عن بعض الستروك فوليوم هيزيد, لو قربوا من بعض الستروك فوليوم هيقل. عندنا كمان تو لاينز كده, اللاين اللي عند الباتوم ده اللي هو بيشوف العلاقه بالاند دايستوليك بريشر فوليوم ريليشن شيب اللي هو بيعدي بالفيلينج, هو كيرف لينير, وده بيعبر عن الكومبلاينس بتاع الفنتريكل, وهنشوف علاقه ده مع بعض دلوقتي. وبعد كده اللاين التاني اللي هو بيمر بالاورتيك فالف كلوجر بالاند سيستوليك فوليوم اللي هو الاند سيستوليك بريشر فوليوم ريليشن شيب, وده بيعبر عن الهارت كونتراكتيليتي. عارفين الستروك فوليوم قلنا بيساوي الاند سيستوليك فوليوم ناقص الاند سيستوليك فوليوم, والايجكشن فراكشن هو الستروك فوليوم اللي هو الاند سيستوليك فوليوم ناقص الاند سيستوليك فوليوم على الاند دايستوليك فوليوم. يجي اول حاجه البريلود. البريلود هو هاو ماتش ال في ستريتشد بيفور ايجكشن, يعني الفيلنج بتاع ال في, وده هنشوفه من خلال التو الثري لوبز دوم. عندنا اللوب اللي في النص هو النو كنترول اللي هو النورمال, وعلى اليمين السكرين هو زياده البريلود, والتاني هو زياده نقص البريلود. احنا هنا هنشوف مدى تاثير البريلود في الكارديك اوتبوت مع افتراض ان اذر كارديك بروبرتيز نورمال, الكونتراكتيليتي نورمال, الافتر لود نورمال, والريلاكسيشن اولسو نورمال. فلو افترضنا البريلود زاد الاند دايستوليك فوليوم هيحصل له شيفت
وبالتالي هيزيد، وبالتالي الاندوستوليك فوليوم ناقص الاندوستوليك فوليوم الفرق ده هيزيد، فالستروك فوليوم هيزيد، فالكارديك اوتبوت هيزيد. كمان العكس صحيح، لو الاندوستوليك فوليوم قل البريلود قل، الاندوستوليك فوليوم هيقل وبالتالي الستروك فوليوم هيقل والكارديك اوتبوت هيقل. فبالتالي زياده البريلود بتزود الكارديك اوتبوت، احنا عارفين وز الليميت الستارلينج لو، والعكس صحيح. طيب الافتر لود، الافتر لود ده بيعبر عن الفورسز او الستريس اللي في بيقابله اثناء الايه الايجكشن. لو قلنا ان الثلاثه لوبس اللي في النص ده نورمال، اللي فوق اللي هو البينك ده زياده الافتر لود، والاخضر ده نقص الافتر لود. لو قلنا ان الافتر لود زاد، الافتر لود زاد وبالتالي ال في هيقابل مور فورسز اثناء الايجكشن، وبالتالي هي الاورتيك فالف هيقفل قبل ما ايجكش كل البلط، وبالتالي الستروك فوليوم هيقل. لما ال في يقابل فورس اكتر هيجكت دم اقل، وبالتالي الاندوستوليك فوليوم هيزيد، الاورتيك فالف هيقفل قبل ما ايجكت كل البلط، فالاندوستوليك فوليوم هيزيد وبالتالي الستروك فوليوم هيقل. والعكس صحيح، الافتر لود قل الدم هيجكتد من ال في اسهل، وبالتالي هيجكت معظم الدم، وبالتالي الاندوستوليك فوليوم هيقل، وبالتالي الستروك فوليوم هيزيد، وبالتالي كاردياك اوت هيزيد. فمع زياده الافتر لود الستروك فوليوم بيقل، وبالتالي الكاردياك اوت هيقل، ومع نقص الافتر لود الستروك فوليوم بيزيد، وبالتالي كاردياك اوت بيزيد. ننتقل للكونتراكتيليتي، حاله الكونتراكتيليتي او المترو. احنا قلنا الكيرف ده اللي هو الاندوستوليك بريشر فوليوم ريليشن شيب، باللاين ده هو اللي بيحدد فكره الكونتراكتيليتي. الكيرف اللي في النص او اللوب اللي في النص ده النورمال. لو انا نيجي نقول زودت الكاردياك كونتراكتيليتي بتاعه الفنتريك، تيجي ضفت له انوتروبيك سبورت، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل شيفت للكيرف تو ذا ليفت، وبالتالي الكيرف هيقدر ايجكت دم اكتر، وبالتالي برضو الاندوستوليك فوليوم بتاعي هيقل، وبالتالي الكاردياك اوتبوت بتاعي هيزيد. فبالتالي المسافه دي كلها ده اللي هيبقى الستروك فوليوم، والاندوستوليك فوليوم بتاعي قل. طب انا العكس، قللت الانوتروبيك بتاعتي، هنا الاندوستوليك فوليوم بتاعي زاد، ده الفوليوم اهو كيرف اللاين بتاع الفوليوم، الاندوستوليك فوليوم بتاعي زاد، وبالتالي الستروك فوليوم بتاعتي هتقل والكاردياك اوتبوت هيقل. مرحله بقى فكره الايزوتروبي او الكومبلاينس. الكومبلاينس هي برضو احنا قلنا هنا اللي هو الاندوستوليك بريشر فوليوم ريليشن شيب. هنا نورمال، لو افترضت ان الفنتريكل بتاعي ليس كومبلاينت، هو ستيف نوت كومبلاينت، فبالتالي الفوليوم لما يحصل تشينج في الفوليوم هيحصل قصاده تغيير كتير، زياده في البريشر. فانا هنا لو انا دي مرحله بقى خلاص الميزوتروبي بتاعتي قلت، فبالتالي ان الفنتريكل هيبتدي سوري هنا الكومبلاينس احسن، سوري هنا الكومبلاينس اقل. لو هنا هيبقى الاندوستوليك فوليوم بتاعي اقل، الفنتريكل ستيف فهيملى اقل فوليوم ويبقى اعلى بريشر. هنا البريشر اهو بتاعي اللي هو اندوستوليك بريشر ده لما يقل الكومبلاينس، وهنا قصاده عن هنا لما كان نورمال. وبالتالي لما الكومبلاينس بتاعي اقل، الاندوستوليك بريشر بتاعي هيزيد، الفنتريكل بالتالي ليس كومبلاينت، وبالتالي هيملى دم اقل، فبالتالي برضه الستروك فوليوم بتاعي هيقل والكارديك اوت هيقل. انا هقف هنا لو حد عنده سؤال في الجزئيه دي. حد عنده سؤال؟ ممكن حد يفك الميوت عادي. اخر كيرف ده يغير بعد اذنك لو سمحت. الكومبلاينس او الايزوتروبي؟ اه بالظبط. طيب احنا الكومبلاينس ده هو الكيرف ده سوري هو بيعبر عن الاند دايستوليك بريشر فوليوم ريليشن شيب. مرحله الفنتريكل في نهايه الدايستول هو ده الكيرف بيعبر عن ايه. طيب افترضنا ان الكومبلاينس بتاع الفنتريكل قل، الفنتريكل هايبرتروفايد او اتعرض عنده دايستوليك ديسفانكشن، وبالتالي هو ستيف. الكومبلاينس هو بيقول يعني فكره الكومبلاينس هو قد ايه تشينج في الفوليوم علاقتها بالبريشر، هو دلتا في على دلتا بي. طيب
هنفترض ان انا عندي بالونه انا بنفخها، انا بزود الفوليوم بتاعها ببرشر قليل، هي سن وبالتالي كومبلاينت. لو عندي كوره بقى كره قدم، انا ما اجي انفخها او عشان ازود الفوليوم بتاعها محتاج ابذل مجهود كبير، فالبرشر اللي انا هيتغير قصاد الفوليوم كتير جدا. فبالتالي هنا لو الكيرف اللي هو الجري ده هو النورمال، فبالتالي مجرد الفوليوم ما بيزيد هنا في مرحله الفيلينج قصاده بيحصل تغيير بسيط جدا في البريشر على الواي اكسس ده. هنا بقى لما الكومبلاينس بتاعي يقل، عيان الفنتريكل بتاعي كوليس كومبلاينت، ايه اللي هيحصل؟ الفيلينج بتاعي وانا بغير الفوليوم اهوت قصاده تغيير كتير جدا في البريشر عن النورم، فالفوليوم ما بيزيد قصاده البريشر بيعلى، فبالتالي الفنتريكل هنا ليس كومبلاينت، فبالتالي هيملى وقت هيملى بصعوبه وهيملى اقل من المفروض النورمال يملاه، فبالتالي الستروك فوليوم بتاعي هنا هيقل وبالتالي الكارديك افوت بتاعي هيقل. تمام كده؟ تمام تسلم. طيب حد عنده مشكله هنا في الكيرف ده او الكيرفات او اللوب ده او اللوبات اللي فاتت؟ اكمل؟ طيب هندم كمل. طيب احنا بقى مشكله ايه؟ مشكلتنا ان احنا النيوبورن اصلا النيوبورن هارت هو ستيفر وليس كومبلاينت عن النورمال تشيلدرن، يعني عن الاطفال العاديين، والاند دايستوليك فوليوم بتاعهم او ليفت فنتريك اند دايستوليك فوليوم النورمال رينج بتاعهم اقل كتير من التشيلدرن. فمثلا الاند دايستوليك فوليوم بتاع النيوبورن هو 42 بلس ماينس 10، قصاد ان الليفت فنتريك اند دايستوليك فوليوم للتشيلدرن 73 بلس وماينس 11، ده بالبادي سيرفيس اريا في المتر سكوير. فبالتالي معنى كده ان لو انا عندي نيوبورن مثلا بوست ارتيريال سويتش، هو الفيسيولوجي بتاعه هو ستيل ستيفر وليس كومبلاينت، فضلا عن ده في النورمال هارت، فضلا عن هو عنده اذر باثولوجي. طيب النقطه الثانيه ان في التشيلد او في نيوبورن دومات الاند دايستوليك بريشر بتاعهم، الاند دايستوليك بريشر اللي هو ممكن احنا بنقيسه اللي هو ال ال اي بريشر، لو عندنا ال اي لاين لو عدى ال 11 او ال 12، لو انا زودت البيلود عن كده انا مش هزود الستروك فوليوم، انا كده ممكن اقلل الكارديك اوتبوت، ليه؟ لان الفنتريكل هو ليس كومبلاينت، وبالتالي لو زودت عليه مور بريلود هنا هو مش هيستحمله، فبالتالي هيبتدي يعمل ورسنج، خلاص هو بقى ليس كومبلاينت فهيبقى فوليوم اوفرلود عليه وبالتالي الكارديك اوتبوت هيقل. وده بنلاحظه كتير بوست اوبراتيف لما العيان مثلا ارتيريال سويتش اوبريشن، احنا عارفين ان ال في دلوقتي هو السيستميك فنتريكل، فاحنا مش بنسمح قوي بارقام ال عاليه حتى لو هي ممكن تكون يعني اذر تشيلدرن او اذر نورمال هارت يستحملها، وبالتالي لو ال اي بتاعه ابتدى عالي عن ارقام معينه الحل بتاعه ان انا اسحب منه فوليوم مش اديله فوليوم، لان هو مشكلته ان هو ليس كومبلاينت، فالاند دايستوليك بريشر بتاعه عالي قوي عن النورمال، فبالتالي ممكن يخشش يعرضه بقى لبالمونر اديم. عشان كده النيو بورن اللي هو في ستريس هو بيتحك او بيزود الكارديك اوتبوت بتاعه ان هو يزود الهارت ريت، مش بيقدر يزود الستروك فوليوم. عشان كده احنا يعني عارفين ان النورمال رينج بتاع النيو بورن في الهارت ريت اعلى كتير قوي من التشيلدرن او الادلت، نتيجه ان هو بيقدر يتحكم في الكاردياك ابوت اكتر بالهارت ريت من الستروك فوليوم. وبرده ان التاكي كارديا الاباف النورمال رينج بتاعهم دي علامه ان هو في مشكله عنده ان هو ستريس والكاردياك ابوت بتاعه متاثر، فهو بيحاول يلود الافتر لود والكونتراكتيليتي والكومبلاينس. نيجي بقى للموضوع محاضرتنا، ده كان مقدمه او شويه بيزكس عشان نعرف ايه علاقه الهارت باللونج في وعلاقته بالبوست بريشر كونتريشن. احنا في النورمال بريز، لو في النورمال عادي عندنا تو كومبوننت، النورمال بريز في انسبيريشن وفي اكسبيريشن. الانسبيريشن هنلاقيه في نيجاتيف فاليو، يعني ده انسبيريشن وده الاكسبيريشن، لكن الميكانيكال فنتيليشن او البوست بريشر فنتيليشن هو كله بوزيتيف، كله اباف لاين، فبالتالي ما فيهوش نيجاتيف فاليو. فده الفرق ما بين النورمال بريسنج والبوست بريشر فنتيليشن. كونتينوس بريسنج او النيجاتيف حتى بريشر فنتيليشن في البريلود او الفينوس ريتير. احنا عندنا هنا ده الرايت هارت او الرايت فنتريكل والرايت اتريوم، وده الثوراسيك كافيتي، وهنا الابدومينال كافيتي. انا عندي الفينوس ريتير بيجي من الاكسترا ثوراسيك جريد فينز يروح على الرايت اتريوم.
فبالتالي انا عندي في قانون كده مشهور بيتحكم في هو بيتكلم على الفلو اللي هو الاومز لو, ان الفلو بيساوي الدلتا بي على الريزيستر, دلتا بي اللي هو الدرايفنج بريشر. فانا عندي الفينوس ريتر هو عباره عن فرق البريشر ما بين المين سيستميك فينوس بريشر والرايت اتريال بريشر. ايه اللي بيحصل في النيجاتيف في 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 اثناء النيجاتيف او النورمال بريسنج؟ واحنا اثناء الاسبيريشن ما بناخد نفس, الانتراسوسيك بريشر بيبقى مور نيجاتيف, وبالتالي كمان الرايت اتريال بريشر بيبقى مور نيجاتيف او بيقل الار اي بريشر, فبالتالي الفينوس ريتيرن يرجع اسهل نتيجه ان هو من بوزيتيف فاليو نيجاتيف فاليو. في كمان نقطه, يبقى هنا اثناء النورمال بريسنج بيقل الانتراسوسيك بريشر, الرايت الاتريال بريشر والبلورال بريشر بيبقى مور نيجاتيف. كمان لما نيجي ناخد بريسنج الدايفرام بيقوم عامل كومبريشن نازل تحت على الابدومين, فكمان البريشر في الابدوم بيبقى بوزيتيف, فبالتالي بيخلي السيستميك المين سيستميك فينوس بريشر مور بوزيتيف, فبالتالي بيخلي الفينوس ريتر مور ايزير ان هو يرجع تاني رايت اتريا, نتيجه ان رايت اتريا بقى مور نيجاتيف والابدومينال او الجريد فينز بقت مور بوزيتيف. ده اللي بيحصل اثناء السبونتينس بريسنج. اللي بيحصل بقى اثناء البوست بريشر فنتيليشن العكس تماما, عيان على بوست بريشر فنتيليشن هو ما بقاش فيه نيجاتيف فاليو, فالرايت اتريال مش هيبقى مور نيجاتيف, هيبقى بوزيتيف, والموضوع بقى الابدومال بريشر ده مش هيبقى موجود خلاص هو. فبالتالي العكس بيحصل اثناء البوست بريشر فنتيليشن, ودي الاكيوتي تشينجز اللي بتحصل اثناء كل الفلو, اورتيك فلو والبلموني ارتري فلو والفينا كافا فلو. وانس انا حطيت البيشنت على الفنتيليشن, مجرد ما بحط البيشنت على الميكانيكال فنتيليشن كل الفلو ده بيتاثر ابرابتلي. عشان كده مهم جدا هناكد عليها تاني, دي بقى في مقارنه ما بين اللي بيحصل من نيجاتيف بريشر وبوست بريشر, في المقارنه من نورمال نيجاتيف بريشر وبوست بريشر. احنا قلنا برضو ان الفينوس ريتيرن اللي هو الفلو برضو الاومز لو دلتا بي اللي هو البريشر في الفينز في سيستميك فينز والبريشر في رايت اتريوم على الريزيستنس. انا لما باخد نيجاتيف بريشر الار اي بريشر بيقل, الابدومينال بريشر بيزيد, وبالتالي الفينوس ريتيرن بيبقى احسن. طب العكس بقى في البوست بريشر فنتيليشن, الار اي بريشر بيزيد فبالتالي الفينوس ريتيرن بيقل. عشان كده وانس انا بحط البيشنت بتاعي على الميكانيكال فنتيليشن انا متوقع ان هيحصل ان الفينوس ريتيرن هيقل بصوره سريعه, وبالتالي انا محتاج ان انا اعد يعني بريبير البيشن بتاعي البوست بريشر فنتيليشن, اتاكد ان هو مش على الهايبو فوليميك سايد. لو هو هايبو فوليميك لازم ادي له فوليوم قبل ما احطه على البوست بريشر فنتيليشن. السيديشن اللي انا هختاره افويد السيديشن اللي هو ليه فينو دايليتور, عشان كده اثناء الفنتيليشن بنحب الفنتانيل عن المورفين عشان المورفين بيبقى مور فينو دايليتور. لو العيان اوريدي على فينو دايليتور زي مثلا النبري زي الجي تي ان او كده, اتجنب المرحله الوقت ده ان انا اقلل ان انا استخدمه, بحيث ان انا ما اخليش له عيان عرضه اكتر لان هو الفينوس سيستم بتاعه ال بعامل اضافي للبوست بريشر فنتيليشن. فده مهم جدا وانا بعيد البيشنت تاني. حتى في بعض البيشنت في بعض الكاتيجوري من البيشنت ممكن ابتدي ببازو بيستور يعني زي النور اد لحد ما اوصل البيشنت على الفنتيليشن, وبعد كده اقوم او اوقف النور اد ده عشان بس اعدي البيشنت من مرحله الانتيوبيشن وان انا احطه على البوست بريشر فنتيليشن. الجزء ده تمام؟ تمام يا باشا. اخر نقطه بقول بعض العيان دي بعض العيان اللي هم ممكن البلد بريشر بتاعهم بوردر لاين, او اللي هم يعني اللي هم مثلا عندهم بالمونر هايبرتنشن, او اللي هم معتمدين قوي على الار في بريلود, ان انا ممكن ابتدي احط نور اد في المجرد بس اوصل البيشنت على الفنتيليشن وبعد كده اوف. يعني مجرد هو ان انا بحط سمول دوز لحد ما اوصل البيشنت للفنتيليشن عشان يعدي الابربت تشينجز اللي بتحصل اثناء ان انا بوصله على الفنتيليشن والسيديشن اللي انا بديه اثناء الانتيوبيشن. وبعد كده لو العين عدى مرحله اتفضل. بص يا جماعه, هو ده يفرق في المود اوف فنتيليشن, يعني هيفرق مثلا لو بيشنت على اس ام في مثلا, فهو بالنسبه له يعتبر كانه الاكسبيريشن هو باسيف مش بوزيتيف يعني او اكتيف باث واي ولا لا, مش هتفرق. هيفرق المود يعني بالنسبه لي هيفرق في كل البوست بريشر فنتيليشن, هما فكره واحده, هما فيهم بريشر سبورت وفيهم بيب, فهم كلهم هيبقى نفس الفكر. هنتكلم على مود تاني هو ممكن يكون فيه التغيرات دي اقل شويه بس ده قدام شويه. هو فاضل 10 دقايق والميتنج هيخلص.
طيب احنا خلاص قلنا ان البوست بريشر فنتيليشن هو بيقلل البريلود نتيجه ان هو بيقلل الفينوس ريتير عن طريق ان هو بيقلل بيزود الار اي بريشر وبيقلل الدرايفنج بريشر ما بين السيستميك فينز والرايت اتش. نيجي بقى نتكلم عن رايت فينتريكل افتر لود. في عندنا ميس كونسبشن ان البوست بريشر فنتيليشن از باد فور ار في، والكلام ده يعني في نظريه. احنا هنا الكيرف ده عباره عن علاقه ما بين البالمونري فاسكو ريزيستنت واللونج فول. هنلاقي ان في تو سايتس الكيرف ده، هنا وهنا. اللونج فوليوم هنا قليل خالص فاللونج هنا اتليكتاتيك، وهنا اللونج اوفر ديستنشن. ان البوس كونديشن سواء العيان اندر فنتيليشن او اوفر فنتيليشن، العيان عنده البي في ار عاليه وبالتالي الافتر لود عالي على الار في. طيب ايه الفاليو الار في بتاعها الافتر لود قليل او البيربون فاسكو ريزيستنت قليل؟ هو لما العين يوصل للفانكشن ريزيدوال كاباسيتي. فبالتالي بوس اندر فنتيليشن او هايبر فنتيليشن هو بيخلي العيان عرضه ان الافتر لود عالي. طب الاندر فنتيليشن نتيجه الهايبوكسيا، واحنا عندنا كده في ريفلكس اسمه هايبوكسيك بالمونري فازو كونستريكشن. لو اللونج العيان هايبوكسيك او اللونج اتليكتاتيك في ريفلكس ان الفيزلز اللي رايحه لللونج سيجمنت دي او اللوب ده بيحصل فيها فازو كونستريكشن فبيتعلي جدا البالمونري فازو كونستريكشن. وهنا الاوفر فنتيليشن او الهايبر فنتيليشن بيعمل كومبريشن للالفولار او الاكسترا الفولار فيزلز فبيخلي برضو البالمونري فازو كونستريكشن عالي. فبوس اندر فنتيليشن والهايبر فنتيليشن بيخلي البي في ار عالي وبالتالي بيخلي الافتر لود عالي. طيب انا لو قدرت اوصل لمرحله ان الفانكشن ريزيدوال كاباسيتي عملت ريكروتمنت لونج ووصلته للايديال تايدال فوليوم والايديال بيب، انا كده بقلل قوي الافتر لود. فبالتالي انا لو العين دي كانت مشكلته اتليكتيزس او هايبوكسيا وانا عرفت اصلح المشكله دي، انا كده قللت قوي الافتر لود على رايت فينتريكل، وبالتالي البوست بريشر فنتيليشن هنا فادني جدا ان انا اقلل رايت فينتريكل افتر لود. والرايت فينتريكل افتر لود مهم جدا للار في فانكشن زي البريلود. فانا الهدف بتاعي ان انا لما احط العين على الميكانيكال فنتيليشن ان انا اوصله للفانكشن ريزيدوال كاباسيتي، وبالتالي ممكن اسمح شويه بشويه ريكروتمنت عشان اوصل لمرحله الفانكشن ريزيدوال كاباسيتي. ومحتاج بقى اعمل البالانس ده ما بين البريلود والافتر لود لما اجي احط عيان على الميكانيكال فنتيليشن او اجي اتعامل معاه، ان انا عارف ان الفنتيليشن بيقلل البريلود لكن انا ممكن بالميكانيكال فنتيليشن اقلل الافتر لود على الار في وبالتالي ممكن احسن الار في فانكشن او والرايت فنتريكولار اوتبوت. الجزء ده تمام؟ نيجي بقى الليفت فينتريكل بريلود. احنا عارفين ان الليفت فينتريكل بريلود يعني في النورمال هارت معظم الليفت فينتريكل بريلود هو جاي من الار في رايت فينتريكل اوتبوت. وبرده نفس الحكايه الامزلو ان البالمونري فينوس ريتيرن هو بيساوي برده المين بالمونري فينوس بريشر ناقص ال ال اي بريشر على الريزيستنس الدرايفنج بريشر. لكن هنا في فرق ان كل البالمونري سيركيوليشن كلها وزن ذا ثوراكس، ما فيهاش التغيرات اللي بتحصل في الرايت فينتريكل، مش جزء انتر ثراسك جزء اكسترا ثراسك، فهو عرضه للتغيرات دي. فبالتالي هما بيتغيروا ان ذا سيم واي سواء بوزيتيف او نيجاتيف. الليفت فينتريكل بقى بيتاثر قوي بالرايت فينتريكل. احنا عارفين ان في انتر فينتريكولار ريليشن شيب ان الرايت هما الاثنين موجودين وزن ذا بريكارديال كافيتي والاثنين شيرد الانتر فينتريكولار سيبتم، وبالتالي الرايت فينتريكل بيتاثر بالليفت فينتريكل والليفت فينتريكل بيتاثر بالرايت فينتريكل. كان في مقوله بتقول كده ان رايت فينتريكولار فيلير از جود فور ال في، المقوله دي غلط خالص. ان بوث فينتريكل بيعتمدوا على بعض والديس فانكشن بتاع واحد فيهم بتاثر على الفانكشن بتاعت الفينتريكل الثاني. فانا لو العيان قللت له الار في بريلود او زودت الار في افتر لود هيقلل ال في بريلود. طيب متفقين. طب انا بقى العيان دخل في ار في فوليوم اوفرلود، يعني حصل له زي انتر فينتريكولار اندبندنس او فينتريكولار انتر ديبندنس، هيبتدي ال في بريلود وكمان السبتم ده هيحصل بوشت او بوينج ناحيه ال في، وال في هيبتدي امور كومبريست وبالتالي ليس كومبلاينت وبالتالي يحصل له دايستوليك ديس فانكشن. فبالتالي لو بوس الار في بريلود لو قل او الار في افتر لود او حتى الار في فوليوم اوفر لود هيعمل كمان هيقلل ال في بريلود وممكن يعمل كمان دايستوليك ديس فانكشن. والموضوع ده بقى يعني ممكن نفهمه اكتر لو احنا رجعنا شويه لموضوع البالسس برودوكسكس. احنا عارفين ان ايه البالسس برودوكسكس اللي هو اكسجيريتد ديكريز ان سيستوليك بلد بشر اكتر من 10 اثناء الانسبيريشن. طب دي جت ازاي؟ احنا في النورمال بريسنج ان العيان بيحصل شويه نيجاتيف
انتراثراسيك او انتراثراسيك بيشر، فبالتالي الفينوس ريتيرن هيزيد ناحيه ال في ناحيه الار في سوري، وهيعمل بوشنج ناحيه ال في، فبالتالي ال في فوليوم هيقل، فبالتالي السيستوليك بابوشر هيقل. ده يعني تغيرات بسيطه مش ملحوظه لو هي في العيان نورمال. طب عيان بقى حصل فيه اكسجريتد الريسبونس، دي هي دي البالسس بارادوكس. طب بتحصل امتى؟ في تو كونديشنز او تو تايبس. لو عيان عنده ريستريكتيف كاردياك فيسيولوجي، عيان عنده ريستريكتيف كاردوميوباثي مثلا، فبالتالي اصلا هم الفنتريكل عنده ال في ديس فانكشن، او عيان عنده اوبستراكتيف بالمونري فيسيولوجي، عيان اللي هم الازمه او السي او بي دي، دي بيبقى عندهم هم جاسب فور بريسنج، فانت سواسك بيشر مش بيبقى سلايت نيجاتيف، بيبقى مور نيجاتيف، فبالتالي الار في بريلود بيزيد قوي لدرجه انه يضغط على ال في، فبيخلي ال في بريلود بيقل قوي، وبالتالي السوستوليك بابوشر يقل اكتر، يزيد اكتر من 10. هي دي فكره البالسس بارادوكس، ودي برضو بتحصل في عيان التامبونات. هو هنا التامبونات اوريدي ان الفنتريكل كومبريسد، وكمان البولرز الميه اللي حوالين الفنتريكل دي بتعزله عن الثراسيك بريشر، وبالتالي ما الثراسيك بريشر بقى ما بيتنقلوش، فبالتالي هم شير نفس الفنتريكل وهم كومبريسد، وبيحصل زي الاند دايستوليك بريشر فيهم كلهم بيبقوا زي بعض، فلو الفوليوم زاد على الار في هيبتدي يعمل بوش لل في، وبالتالي لحد ما يعدي مرحله الانسبيريشن ويجي عند الاكسبيريشن يقوم زي ال في زي الار في وهكذا، بيسموها الباونس بتاع الانترفنتريكل سيت. فدي ما هي دي فكره البالسس برودكس، انه بيحصل مور نيجاتيف بريشر، فالار في بريلود بيزيد قوي، فقوم عامل بوش على ال في، فالبريلود ال في بريلود بيقل. ده في النورمال، ده في طب ده في البالسس برودكس، او النورمال بريسنج اللي هو التغيرات بسيطه اللي مش ملحوظه سلايت نيجاتيف، فال في بريلود مش بيتاثر او ما بتبقاش ملحوظه. انا بقول الكلام ده ليه؟ ده مور اكسجريتد نيجاتيف بريشر عشان نفهم اكتر البوست بريشر فنتيليشن. طيب في الانسبيريشن بيزيد الفينوس ريتيرن، الفنتريكولار رايت فنتريكولار بريلود بيزيد، يوم العامل بوشنج لل في، وبالتالي ده مؤثر على ال في كومبلاينس، ال في يقل، ال في فيلينج، وبالتالي يقل البالت بريشر. طيب انا بقول الكلام ده بقى عشان نفهم اكتر الافتر لود. طب هو ايه الافتر لود ده؟ الافتر لود هو كل المايوكارديال وول ستريس اللي ال في بيتعرض لها اثناء هو بيجكت بلاد، ودي بتتوقف على السيستم الفاسكو الاستنس بتاع الفيزل، السيستم الفاسكو ريزيستنت، الايجكشن بريشر نفسه، السيستوليك بريشر كام، هل العيان عنده فنتريكل اوت فلو تراكت اوبستراكشن، عنده اورتيك ستينوزس او ال في تيوب اوبستراكشن. ونقطه مهمه كمان الفنتريكل وول ستريس، ودي بقى اللي هيترتب، يعني كل اللي فات ده هو عباره عن فيكسد نمبرز بالنسبه للميكانيكال فنتيليشن، اللي هيتغير بقى في الميكانيكال فنتيليشن هو الفنتريكل وول ستريس. ايه اللي بيحصل بقى اثناء الفنتريكل وول ستريس؟ احسن حاجه توصف الفنتريكل وول ستريس هو اللابلاس لو. ايه اللابلاس لو ده؟ بيقول اللابلاس بيقول ان الول ستريس ده بيساوي الترانس ميورال بريشر. البريشر ايه ترانس ميورال بريشر ده؟ فرق البريشر اللي جوه عن البريشر اللي بره، يعني البريشر اللي جوه اللي جوه ال في عن البريشر اللي جوه بره الار في. البريشر في الراديوس على 2 الول سيكس. طيب نيجي نتكلم على ايتم اي، لو البريشر زاد جوه ال في او الترانس ميورال بريشر محصلته بقت زاد، يعني جوه اعلى من بره بكتير، فبالتالي الول ستريس هيزيد. طيب الريديوس لو العيان النص القطر بتاعه ده زاد قوي برضه هيحتاج يعمل مور باور او مور فورس عشان يعمل ايجكت. الولز بتاعت الفنتريكل محتاجه تقرب بعضها وقت اكتر او مسافه اكتر، فبالتالي الستريس هيزيد. طب نيجي مرحله الول سيكنس، لو حصل بقى الول سيكنس زاد، حصل هايبرتروفي، فبالتالي الاستريس ده هيتوزع على اما عدد خلايا اكتر او الخلايا نفسها حجمها زاد، فالاستريس بيتوزع عليها فبيقل الايه الول ستريس. عشان كده الفوليوم لود لما بيزيد مثلا البريلود ده بيزود الريديوس فبيزود الول ستريس، فايفن لو العيان البريلود بتاعه بيزيد الافتر لود بتاعه بيزيد برضه نتيجه ان هو الاندو داستور فوليوم بيزيد. الهايبرتروفي لو زاد السيكنس هنا بيقل الول ستريس، عشان كده الهايبرتروفي هي عباره عن كومبنساتوري ميكانيزم. العين عنده افتر لود، عين عنده اورتيك ستينوزس، عين عنده عين الهوكم، ليه بيحصل هايبرتروفي؟ ده ريفلكس من الهارت عشان يقلل الاستريس اللي موجود عليه. طيب نكمل. ماشي يا باشا اتفضل. طيب يا باشا اتفضل. طيب هنرجع لليفت فنتريكل افتر لود. احنا قلنا الافتر لود هو كل الفورسز اللي الفنتريكل بيقابلها اثناء الاجكشن او اثناء الاورتيك فالف اوبن. واهم يعني من الحاجات الميكانيكال فنتيليشن هيتحكم فيها هي فكره اللابلاس لو او الول ستريس. واحنا قلنا الول ستريس هو عباره عن البريشر في الريديوس على 2 وول سيكس، فبالتالي ايفر يعني ايفن ذا ترانس ميور بريشر، لو البريشر زاد جوه قوي
هيبتدي الولو ستريس هيزيد في الافتر لود هيزيد الريديوس زاد برده لو العيان حصل له فوليوم اوفر لود او دايلاتيشن هيزيد الولو ستريس السيكنس بيبقى عباره عن زي ريفلكس ميكانيزم كده ان هو يقلل الولو ستريس عليه فده ده بقى هو هي دي فكره ان الميكانيكال برزنتيشن هو ازاي هياثر على الافتر لود طيب ده دايجرام كده هناخد واحد واحد عيان ده الاورتيك بريشر فيه 100 وبالتالي ال في بريشر بتاعه 100 هو بياخد كوايت بريسنج فالترانس ميورال بريشر اللي هو فرق جوه وبره 100 هو بياخد كوايت بريسنج فالانتراسوسك بريشر هنقول هو زيرو مش نيجاتيف ولا حاجه فبالتالي هيبقى الترانس ميورال بريشر 100 فالعيان ده الافتر لود بتاعه بيساوي 100 طب عيان بقى بياخد نيجاتيف انتراسوس بريشر بياخد اكسجريتد عيان مثلا في ريسبيرتوري ديستريس او عيان عنده سترايدور يعني في اكسجريتد نيجاتيف انتراسوس بريشر هيبتدي بقى الترانس ميورال بريشر هيساوي 100 ناقص ناقص 25 ناقص ناقص هيبقى موجب يبقى 125 فايفن لو عيان ضغطه 100 سوستيب بريشر 100 الترانس ميورال بريشر بتاعه 125 الافتر لود بتاعه 125 ايه اللي بيحصل بقى اثناء بوست بريشر فنتيشن لو قلنا بوست بريشر فنتيشن بيخلي الانتراسوسك بريشر بوزيتيف وده اللي بيخلي ال في الار في بريلود بيقل وبيقلل على ال في بريلود طب ايه اللي بيحصل بقى الترانس ميورال بريشر 100 هي هنا 100 ناقص 20 بقى 80 وبرغم ان العيان ضغطه 100 بقى البريشر بتاعه الترانس ميورال 80 تخيلها كده لو انت مثلا واحد بيزق بوكس مثلا وهو بيزق البوكس واحد النيجاتيف بريشر بتزقه ورا واحد بيزقه من ورا بالتالي هو محتاج يبذل مجهود زياده قوي عشان يعرف يتغلب على اللي بيزقه من ورا واللي يزقه قدام وهو يزق البوكس طب هو بقى جينا واحد من ورا بيزقه كمان فهو كمان بقى يساعده فالبوست بريشر فنتيشن زي فورس بتساعد ال في ان هو يفيس الافتر لود فدي فكره البوست بريشر فنتيشن ان هو ازاي بيقلل الافتر لود فبالتالي ترانس ميورال بريشر 100 ناقص 20 بقت 80 برغم ان عنده ضغطه 100 طب دي نفس الفكره برضو لو عيان اديته فازو دايليتور عيان ضغطه عالي فعاوز اقلل الافتر لود فاديته يعني كابتوبريل او اي فازو دايليتور جي تي ان فبالتالي هي نفس فكره البوست بريشر فنتيشن انا عرفت برضو يعني البوست بريشر فنتيشن لوحده اداني فكره الفازو دايليتور سيرب فدي فكره الترانس ميورال بريشر وازاي الميكانيكال فنتيشن بيقلل الافتر لود واضحه كده ممكن تعيدها تاني احنا قلنا في اللابلاس لو ان اللابلاس لو الوال ستريس ده اللي هو الافتر لود بيساوي البريشر في ريديوس على 2.6 فالبريشر لو زاد او الريديوس زاد الوال ستريس هيزيد والوال سيكنس لو زاد هيبتدي الوال ستريس هيقل علاقه عكسيه طب نيجي عشان نفهم الترانس ميورال بريشر ده هو الترانس ميورال بريشر ده هو الفرق ما بين الانسايد الانسايد والاوتسايد فبالتالي فرق البريشر اللي ده اللي جوه عن البريشر اللي بره طيب فعيان كوايت بريسنج بياخد بريسنج عادي الانتراسوسك بتاعه زيرو بريشر هو بياخد نفس بالراحه فبالتالي الترانس ميورال بريشر بيساوي 100 ناقص زيرو فبيساوي 100 فالافتر لود بتاع العيان ده 100 طب عيان بقى بياخد نيجاتيف انتراس اكسجريتد عيان عنده ريسبيرتوري ديستريس عيان بيجاسب عيان عنده سترايدر بياخد انترس نيجاتيف انترسس بريشر عالي قوي فبالتالي بقى سالب 25 فبقت 100 ناقص ناقص 25 فبقى مجموعهم 125 فالافتر لود على العيان ده بقى 125 ترانس ميورال بريشر بتاعه بقى 125 برغم ان العيان ضغطه 100 طيب او السيستوليك بتاعه 100 نيجي بقى البوست بريشر فنتيشن بيعمل ايه قلت مثال واحد بيزق بوكس هو الواحد ده هو الفنتريكل البوكس اللي قدامه ده الافتر لود طيب اللي بيزق ده لو حد بيزقه من ورا بيرجعه ورا فده بيعمل نيجاتيف بريشر زي النيجاتيف انتراسوسك بريشر هو محتاج يبذل مجهود مضاعف عشان يزق القدام ويتغلب على الفورس اللي هي بتزقه لورا لكن البوست بريشر فنتيشن هو واحد بيزق معاه بيزقه وبيزق البوكس فبالتالي هيساعده اكتر ان هو يتغلب على الفورس او قوه البوكس اللي قدام فبالتالي 100 ناقص 20 اللي هي الانتراسوسك بريشر هتساوي 80 فالافتر لود بتاعي قل ل 80 برغم ان العيان ضغطه 100 نتيجه البوست بريشر فنتيليشن ودي نفس فكره برضه البازو دايتو سيرابي بس هنا انا قللت ضغط العيان لو اديت العيان مثلا كابتوبريل انا قللت ضغط العيان فبالتالي الافتر لود عليه قل هنا اصلا الانترنسك بريشر بتاعه هو اللي 80 زي ما هو بياخد كوايت بريسنج ف80 ناقص 0 دي بقى لو عيان على فنتيليشن مثلا يعني كمان 80 ناقص 20 بقى 60 فالافتر لود بتاعه قل قوي يعني خدت بوست توايس افكت بتاع البازو دايتو سيرابي وبتاع البوست بريشر فنتيليشن تمام كده فبالتالي عشان كده يعتبر البوست بريشر فنتيشن ده زي ال في اسيستد فايد زي جهاز ال في هو بيساعد الليفت فنتريكل اجينست الافتر لود
وبالتالي اي عيان عنده كاردياك ديس فانكشن انا ابتدي ببص البشر فينتج سواء كان انفيزيف او نون انفيزيف لان ده جدا بيقلل الافتر لود على الفينتريكل اثناء الاستريس ده. ودي نقطه مهمه جدا لو انا عيان هفصله, يعني عيان عنده ال في ديس فانكشن سيستوليك ديس فانكشن عنده وانا هفصله انا لازم أنا احط في دماغي ان العيان ده انا هشيل عليه افتر لود, هشيل عليه افتر لود اسيستنت او حاجه كانت بتقلل افتر لود, فبالتالي محتاج ان افكر الاول العيان ده هيعرف يستحمل ان انا اشيل عليه افتر لود ولا لا, وبالتالي هل محتاج ان انا اقلل ضغط قبل ما افصله بالتالي اقلل افتر لود اكتر, هل محتاج احطه على سباب بدل يعني ما يبقى في ترانزينت ستيج كده هو محتاج يبقى ستيل في بوست بريشر فينتيشن بياخده. ونقطه مهمه كمان ان كمان العيان البعض مش خصوصا الاطفال بيبقى عندهم بقى كراينج, بيبقى عندهم سترايدر, فالكراينج والسترايدر والسبيتو ديستريس ده بيخلي الانترستيشن بريشر مور نيجاتيف, فبالتالي بيخلي الافتر لود اكتر عن طريق بقى المعادله اللي قلنا عليها 100 ناقص مثلا 5 ناقص 25 يعني اللي هو الكيرف اللي فات ده, لو هنا عيان بقى عنده كراينج او سترايدر او كل ده الافتر لود هيزيد قوي اكتر من الضغط العالي, فانا محتاج افكر في العيان ده قبل ما افصله ان انا اول اقلل ضغطه لو ينفع او يعني او سترايدر قبل ما ايه قبل ما افصله تمام كده. فالعيان الافتر ال في لو عيان عنده ال في ديسفانكشن وانا شيلته مع الميكانيكال فنتريشن انا كده ممكن بعمله دبل هيت ان انا بشيل عليه الافتر لود وممكن يبقى في معايا اسوسيشن افكت يخلي الافتر لود يزيد اكتر زي مثلا الايرويز بازم او السبايتو ديستيس, وزي ما قلنا كمان ان الميكانيكال فنتريشن بيقلل ال في بريلود, فانا لو شلت الميكانيكال فنتريشن ال في بريلود هيزيد وافتر لود كمان زايد يبقى كده العيان عرضه قوي يخش في البرمونر اديما او يخش في السيفير ال في ديسفانكشن. الجزء ده واضح كده؟ طيب الكلام اللي احنا قلنا ده بقى ملخص ايه؟ عيان البوست بريشر فنتيشن بيقلل الار في بريلود, الار في افتر لود على حسب انا حاطط العيان على ايه والعيان اللونج بتاعته شكله عامل ازاي, وقلنا لو عرفت ان انا احط الاوصل عيان الفانكشن زيرو كاباسيتي يبقى انا كده بقلل الار في افتر لود اللي هو مهم جدا زي الار في بريلود, وقلنا كمان الميكانيكال فنتيشن بيقلل ال في بريلود عن طريق ان هو بيقلل الار في اوتبوت وبيقلل اول ار في افتر لود. طيب ايه يعني الفاليوز دي انا هستفيد منها في ايه؟ انا عندي كذا سيناريو ممكن لو عيان عنده ال في سيستولس فانكشن ال في دايستولس فانكشن ار في دايستولس فانكشن عيان اللي هم بعد الكيبو هرمونال انستموزس او الفونتين. لو عيان عنده ال في سيستولس فانكشن هو العيان اللي عنده سيستوليك هارت فيلير بيبقى عنده سمول ستروك فوليوم ولو كارديك اوتبوت زي ما قلنا, العيان بيبقى مثلا كونتراكتيليتي قليله فاللي بيحصل الاندس ستروك فوليوم بتاعه اكتر فالستروك فوليوم بيقل وبالتالي الكارديك اوتبوت بيقل, وكمان ممكن كمان البالمونري ايديما اللي بتبقى اسوسييت مع ال في ستروك ديسفانكشن بتخلي لانج كومبلاينس يعني مش كويسه والعيان عنده ريسبيرتوري ديستريس فيبقى عنده نيجاتيف انتراستاسيك بريشر وبالتالي الافتر لود بيبقى بزياده عن العادي. وكمان الكارديوبالمونري ستريس لو عيان عنده بقى بدايه شوك يبقى في نيورو هرمونال ريسبونس, نيورو هرمونال ريسبونس دي بقى الكاتيكولامين والحاجات دي بتخلي كمان السيستميك فازو السيستميك فاسكو ريزيستنت يزيد فالافتر لود يزيد, كل الحاجات دي بتخلي العيان اللي بي مور ستريس فالبوست بريشر فنتيشن بيحسن الحاجات دي كلها فبيحسن اول كارديك اوتبوت. فعيان ال في ستريس فانكشن البوست بريشر فنتيشن زي ما قلنا هو عباره عن ليفت فنتريكل اسيست بالنسبه له, فده كونسيدر جدا اي عيان عنده ال في ستريس فانكشن وابتدى يبقى مانيفست ابتدي استخدم بوست بريشر فنتيشن. ونقطه كمان لما ابتدي اشيل البوست بريشر فنتيشن ابتدي اعمل ويننج او اكستريشن افكر قوي العيان هيستحمل ولا لا ومحتاج ان انا اقلل ريسك فاكتور اللي ممكن تخلي العيان يخش في مرحله فيلد اكستريشن. في ستاديز كده اتعملت بيقول ان هو البرونجد يوز اوف نون انفيزيف بوست بريشر فنتيشن نون انفيزيف لمده 4 ساعات يوميا لمده 6 اشهر بتعمل فنتريكولار ريمودلنج وبتحسن الفانكشن, يعني كترايل كده او ستاديز نظريه بتقول ان هو يعني مدى اهميه البوست بريشر فنتيشن ان هو ال 4 ساعات لمده 6 اشهر ممكن يخلي العيان يخش في ريفرس ريمودلنج يرجع تاني للمرحله الطبيعيه والفانكشن بتاعته تحسن. طيب عيان عنده ال في فنتريكولار ديسفانكشن عنده الكومبلاينس بتاعه قليل فالفيلنج بتاعه مش احسن حاجه فبالتالي العيان ده بيبقى عنده زي الدايستوليك هارت فيلير, العيان ده بقى البوست بريشر فنتيشن مش هيبقى احسن حاجه بالنسبه له. ليه؟ لان هو الفيلنج بتاعه مش كويس الكومبلاينس مش كويس وكده كده البوست بريشر فنتيشن بيقلل الفينوس ريتيرن فهيخلي الفيلنج اصعب
وعين ده اللي هم عندهم مثلا زي ال في تو اوبستراكشنز عين الهايبرتروفايد اوبستراكتيف كارديوميوباثي ممكن تخلي كمان الجريدينت على ال في تي يزيد نتيجه ان الاندوستوليك فوليوم هيقل فيخليه عرضه للاوبستراكشن اكتر فبالتالي البوست بريشر برزنتيشن في العين دول مش احسن حاجه. في نقطه كمان احنا ممكن بناخد بالنا منها الارتيريال ويفز في بعض العيانين بنلاقيها فاريبل كده يعني مع الريسبيريشن على الفنتيليشن تلاقي الكيرف او البيك بتاعه الكيرف طالعه نازله بيسموها بالس بريشر فاريابيليتي. في العين دومت البالس بريشر فاريابيليتي ليها تو فاليو لو البالس بريشر فاريابيليتي ظهرت على عين ال في ديستريس فانكشن العين مثلا الهوكم او العين اللي هم عندهم ال في اتش وعمل عمليه سبب ما بيقول ان العين ده هو بريلود ديبندنت فبالتالي ان البيب العالي بالنسبه له مضر وفي نفس الوقت ده انديكيتور ان العين ده محتاج فوليوم والعين ده مور ريسبونسيف للفلويد ريسيستيشن عشان كده البالس بريشر فيليبيليتي هو ليه اندكس وبيستخدموه في احد يعني احد الدايناميك ميجرمنت عشان اقول العين ده محتاج فلويد ولا لا فدي نقطه مهمه هي جت من فكره الايه البريلود وعلاقتها بال بالنيجاتيف انتصاص زي ما قلنا فكره البالسس بارادوكسكس ده بقى منظر الكيرف او الارتيريال ويف اهيت طالعه نازله كده يبقى العين ده اشك ان العين ده محتاج فوليوم يبقى هو فلويد ريسبونسيف وفي نفس الوقت ان العين ده عنده مشكله في الفيلنج ف يعني البيب ممكن يكون بالنسبه له او البوست بريشر برزنتيشن مش احسن حاجه. نيجي بقى عينين الار في ده سيرفيس فانكشن عين اللي بنشوفه معين الفلو عين عامل فلو ريبير تلتهم تقريبا بيخش في ار في ده سيرفيس فانكشن العين دومت ممكن تلاقيه تعمل ايكو تلاقي الفانكشن بتاعته نورمال سيستوليك ار في وال في نورمال لكن تلاقي العين اسيدوتيك ومش بيجيب يورين ولاكتيته عالي طب مشكلته ايه هي مشكلته ار بي دايستوليك فانكشن العين دومت بمحتاجين هاي فيلينج وبالتالي البوست بريشر فنتيشن برضو مش احسن حاجه احنا في نيجاتيف بريشر فنتيشن هو احنا بدايه الفنتيشن خالص كانت نيجاتيف بريشر اللي هو اثناء البوليو لو فاكرين في اختراع خالص الفنتيشن كان هو عباره عن نيجاتيف بريشر فنتيشن النيجاتيف بريشر فنتيشن هنا هو عكس بقى البوست بريشر فنتيشن خالص فهو هنا بقى العينين دومت بيخلي البريلود احسن قوي من البوست بريشر فنتيليشن ففي دلوقتي في ناس بقت تستخدم النيجاتيف بريشر فنتيليشن زي الصوره دي كده هو عباره عن سيركت بتوصل على شيست العيان بدون بقى انتيوبيشن والطفل ممكن يكون صاحي وبياكل وعادي خالص هو بتعمل زي سكشن كده نيجاتيف وبوستف او يعني ريكويل فالنيجاتيف بريشر فنتيليشن في عين الار في دايستوليك ديس فانكشن بتخليهم جدا يعني هو مور فيسيولوجيكال وكمان مور توليريتد ف يعني هو في طبعا هو لسه مش منتشر الكلام ده بس هي فكره ان النيجاتيف بريشر فنتيليشن في العين دومت عين الفالوريبير وده بيخلي ايرلي اكستيبيشن ان هو بيتصل على ترابيزه العمليات ده بيخليهم يعدوا يعني الكارديك اوبوت احسن جديد لدرجه ان هم بعد تقريبا في الاستادي دي بعد 45 دقيقه الكارديك اوبوت من النيجاتيف بريشر فنتيليشن ده زاد بنسبه 67% بمجرد فكره الفيسيولوجيكال بتاعه البريلود. طيب احنا عندنا بقى مشكله ان الايرلي اكستيبيشن في العين دومت هيحسن الفنتيليشن بس انا خلي بالي برضو ان العين دومت الريسبيراتوري ماسل الريسبيريشن از اكسرسايز فالماسل بتستهلك يعني اكسجين وبتعمل ومحتاجه كاردييك اوتبوت فهي برضو هو ده بالانس انا محتاج افكر فيه قبل ما افصل العيان هو العيان ده الريسبيراتوري ماسل او الريسبيراتوري ستيتس هتخليه يعني ستيبل ولا محتاج يبقى يبذل مجهود فبالتالي هيبقى لود اكتر على الهارت فده محتاج بالانس افصله برضو فكره العين دومت عرضه اكتر ريبرفيوجن انجري فهل اشيل من بدري على التنتيشن ويبقى عرضه ريبرفيوجن انجري هي فكره البالانس دي محتاج احسبها وانس بس انا كونسيدر في العين دومت وانس انا اطمنت عليه ايرلي اكستيبيشن از بيتر في العينين اللي هم عندهم ار في ديستوليك فانكشن. في بقى مود اللي هو الاي بي ار في ايروي بريشر ريليز فنتيليشن هو المود ده عباره عن هو بريشر مود فنتيليشن هو الاي اي ريشيو بتبقى ريفرست الانسبيريشن بيبقى طويل جدا والاكسبيريشن بيبقى قليل بيعتمد ان هو زي تو ليفل كده ان هو هاي سباب ولو سباب هو ميزته بس ان هو بيسمح بالسبونتينيوس بريسنج وزود بريشر سبورت فبيخلي العيان فيه شويه نيجاتيف انتراسيس بريشر فبيخلي البريلود او الفيلنج او الفينوس فيهم ار في ديستريس فانكشن ولقوا النتيجه بتاعتهم كويسه جدا احسن من البوست بريشر فنتيليشن. طيب عيني اللي هم عندهم جلين او فنتين عين دومت ما عندهمش سب بالمونيك بامب او هو خلاص بقى السي بي سي متوصل بالبالمونري والاي بي سي متوصل بالبالمونري ارتري فهو معتمد اكتر على الباسيف فلو بتاع الفينوس ريتر
فبالتالي early extubation هو احسن حاجه في العين دمت. ودي البيبر بتاعت فونتين اللي 1971 هو بيريكومند early extubation في الفونتين. هي فكره برضو الدرايفنج بريشر رومز لو، الفرق السيستميك فينوس بريشر ناقص الرايت اتريال بريشر على الريزيستنت، فبالتالي خصوصا لو العين دمت كمان من العين ممكن يكون البي بريشر عالي، فانا محتاج ان انا يكون السيستميك فينوس بريشر بتاعي اعلى شويه منهم، فبالتالي البوست الايرلي اكستوبيشن احسن ليهم عشان احسن البريلود لان هم معتمدين اكتر على البريلود. انا كده خلصت المحاضره. انا محتاج ان انا اقول ان البوست بريشر برزنتيشن ده بيأثر على الرايت اتريوم بريلود زياده عن سبونتينس بيسنج وعرفنا ليه، وكمان ان انا لو قدرت اوصل عين فانكشن ريزيدوال كاباسيتي عن طريق البوست بريشر فنتيشن انا كده بقلل البلمونري فاسكولار سيستم فبحسن قوي الار في افتر لود، والار في افتر لود مهم جدا زي ال في زي الار رايت فينتريكل بري لود. فانا محتاج اشوف عيان مشكلته ايه وازاي اعمل بالانس ما بين التو بروبلمز. الليفت فينتريكل بري لود بيعتمد خالص على الرايت سايد كونديشن، وقلنا زي لو الرايت سايد بري لود قل او الرايت سايد افتر لود زاد ده بيقلل على ال في بري لود، والعلاقه الانتر فينتريكل ريليشن شيب ان لو العيان الار في حصل فوليوم اوفر لود ده هيعمل ليفت فينتريكل هيبقى كومبريزد وبالتالي ليس كومبلاينت وياثر على الفيلنج. ان الليفت فينتريكل افتر لود بيتحسن جدا بوست بريشر فينتيشن، بوست بريشر فينتيشن بمثابه ليفت فينتريكل اسيست ديفايس او ليفت فينتريكل اسيست فينتريشن للليفت فينتريكل. الهدف المحاضره دي ان انا قدرت افهم السيمبل انتر اكشن دي انا اقدر جدا اتعامل مع الكومبلكس سيناريو، وبالتالي اعرف اقول امتى احط العيان على فنتيشن وامتى افصله وازاي اتعامل معاه اثناء الفنتيشن من خلال فهمي ازاي التوردك او بوت في العيان ده كان بي اوجمنتد، ازاي العيان ده هيبقى بري لود ديبندنت ولا افتر لود ديبندنت، ولا محتاج اقلل الافتر لود بتاع ال في. يعني فكره ان انا فاهم العيان ايه قصته وايه مشكلته وبالتالي اعرف اتعامل معاه، مش هسيب العين على الفنتيشن واقول هو العين كده كده متفنتل بعد العمليه طب انا هفصله امتى او كده. انا محتاج اكون فاهم العين مشكلته ايه وبالتالي الفنتيشن هيكفيني ولا لا، وازاي اوصله مرحله ان انا اتجنب الدرو باكس بتاعه الفنتيشن. شكرا. تسلم ايدك يا دكتور. بسم الله ما شاء الله تسلم ايدك. طيب كان محمد عزت سأل عن الكونتراكتيليتي كذا بتاعها. اهو ده محمد صح؟ اه يا كبير هو ده تسلم. بص هو احنا العيان احنا قلنا الفوليوم بريشر الفوليوم بريشر كده لوب ان هنا ده النورمال اللي هو الجري ده، فدي مرحله الفيلنج وبعد كده الايزوميتريك كونتراكشن فيس ومرحله الايجكشن. اوكي الانتروبي بقى فيها فكره ايه؟ ان انت قد ايه الفنتريكل ده بيكونتراكت صح؟ فلو الفنتريكل ده الكونتراكتيف بتاعته قلت فبالتالي هايجكت دم اقل، فبالتالي الاند دايستوليك فوليوم هنا هيقل. يعني المفروض نورمال هنا ده الاند دايستوليك فوليوم مثلا كان عند 30 مثلا بقى عند 50، ف خلاص هنا الستروك فوليوم هيقل اللي هو الستروك فوليوم هو فرق الاندو داستوليك نوت اندو سيستوليك، فالستروك فوليوم هنا قل فبالتالي الكارديك ابوت هيقل. لو العكس بقى حطيت عينه انتروبيك سبورت فبالتالي الكونتراكتيليتي اكتر فهو يقدر يجكت دم اكتر، فهنا الاندو داستوليك الاندو سيستوليك فوليوم قل بدل ما كان 30 بقى 10 مثلا، فبالتالي الستروك فوليوم هيقل هيزيد وبالتالي الكارديك ابوت هيتحسن. فانا كل الحكايه ان الكيرف ده اللي هو او اللاين ده الاند سيستوليك بريشر فوليوم لاين ده او ريليشن شيب هنا بقت شيفتد كده، فبالتالي العيان بقى يجكت دم اكتر، وهنا تشيرف لو الانتروبي قلت فبيشفت دم اقل. ففكره الاندوستو كده كده الاندوستوليك او البريلود بتاعي ثابت، هو كل حكايه هو بيجكت دم قد ايه لحد ما تطلع تخلص مرحله السيستو. تمام تمام يا كبير. في حد بيسال عن المود بتاع الفنتيليشن هو نيجاتيف بريشر فنتيليشن، هو مش عندنا الاي بي ار في موجود عندنا في الرعايه في بعض الاجهزه تقريبا جاهزين او حاجه، واحنا استخدمناه برضو مره كده مرحله الكوفيد. فهو الاي بي ار في موجود عندنا في الدراجرز اللي هم نيو فيرجن. حد ليه اي سؤال؟ حد فاهم حاجه؟ تسلميلك يا محمد يلا. تسلميلك يا كبير. طيب شكرا.
شكرا. تسلم ايدك يا غير. والله والله عظيم. تسلم ايدك يا باشا. والله